الحمام عندي بيبيض ما بيبقاش فيه مشكلة، ولكن ساعات بيطلع بيضة مخصبة وبيضة مش مخصبة، أو ساعات الاتنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك أخوك حسين أبو عبده، تحياتي لكم جميعا، يا رب كده دايما تكونوا بخير وسعادة. بشكر كل الناس على الدعم في الفترة اللي فاتت، بشكركم جميعا، وده بيخليني فعلا إن أنا أستمر في الفيديوهات، شكرا لكم جميعا. الفيديو بتاعنا النهاردة، طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده على مراحل الانتاج اللي احنا داخلين عليها، اللي هو موسم الفرخ او موسم الانتاج بمعنى صح، اللي هو بيبدأ من شهر 11. عايزين طبعا ان احنا ننتج اكبر عدد كبير من الزغاليل. طبعا مش شرط طبعا ان يبقى فيه بيض او الكلام ده، ممكن البيض ما يبقاش مخصب، ولكن هنتكلم طبعا عن ترويق البيض، وهنتكلم كمان عن الذكورة اللي هي بتروق البيض، وهنحل كل المشاكل دي مع بعض ان شاء الله. ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في الفيديو مع بعض ان شاء الله. يلا بينا بقى نشوف الفيديو عشان ما اطولش عليه. وطبعا يا جماعة، اول حاجة هكلمكم عليها اللي هي ترويق البيض، وطبعا ده بيكون سببها الذكر. اول حاجة هتكلم عليها طبعا اللي هي مشكلة الخصوبة عند الذكورة. وايه هي المشكلة اللي بتأثر على خصوبة الذكورة؟ طبعا يا جماعة، اول حاجة هتكلم عليها اللي هي طبعا ممكن تكون من الاسباب الرئيسية هي كبر سن الذكر، فبالتالي هيبقى فيه نسبة خصوبة قليلة. طبعا لو تغيير الجو المفاجئ، احنا داخلين دلوقتي على تغيير جو، يعني دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه بنلاقي طبعا الجو حر في التوقيت اللي احنا فيه بالنهار، واخر النهار طبعا او بالليل بتبقى الجو ساقع على الحمام بتاعنا، وده طبعا بيأثر على الخصوبة بتاعت الذكورة او على الحمام عامة في موضوع الانتاج. فلازم في الوقت ده ان احنا نقفل طبعا الشباك اللي هو البحري على الحمام بتاعنا من التوقيت ده حتى ما يعدي فصل الشتاء. طبعا لو في مرض عند الذكر بتاعنا زي السلمونيلا او الروشة، دول اساسيات ان استحالة طبعا يحصل فيهم تخصيب. وحتى لو الذكر بيقدر ان هو يطلع عن النتاية وفي سلمونيلا، فلازم طبعا ما يحصلش اي تخصيب لو هو عنده المرض ده. طبعا سوء التغذية اللي هو طبعا هتكلم عليه، اهم طبعا الحاجات اللي بتأثر على الحمام بتاعنا من ناحية الانتاجية. وطبعا سوء التغذية اللي هي طبعا سوء الكلفة او الكلفة الغير متوازنة طبعا، او الكلفة اللي هي بتبقى قليلة، يعني لو حطيت اكل قليل ده برضو بيبقى من ضمن سوء التغذية. حاجة الاخيرة اللي هو هتكلم عليها اللي هي طبعا قلتها في فيديو قبل كده، اللي هو تزاوج الاخوات. طبعا يا جماعة، موضوع عدم الخصوبة ده بيحصل طبعا ضعف في السلالة، لما بتجوز اسس اخوات كذا جيل ورا بعض بيحصل طبعا ضعف في السلالة ذات نفسها، فبالتالي بيحصل ضعف في الخصوبة بتاعت الذكورة او بتأثر عليها على المدى البعيد. يعني مثلا لو احنا جوزنا اسس اخوات وبعد كده خدنا ولاد العم زي ما بيقولوا وجوزناهم لبعض، طبعا ده بيضعف السلالة بتاعتنا على المدى البعيد، فاكيد طبعا ده بيأثر على موضوع الخصوبة عند الذكورة. يبقى كده احنا قلنا الاسباب الرئيسية في عدم خصوبة الذكر اللي هو طبعا السلمونيلا، الروشة، كبر سن الذكر، التغيير المفاجئ طبعا في الجو بتاعنا او العوامل الجوية اللي هو تغيير الجو يا جماعة برضو من الصيف للشتاء او من الشتاء للصيف، ده برضو بيأثر على الخصوبة. السلمونيلا والروشة طبعا اللي احنا اتكلمنا عليها، سوء التغذية اللي هي طبعا بنقدمها اللي هي الكلفة، او اذا كنت بتكلف بكميه قليله للحمام بتاعنا ده طبعا بيسبب ضعف عام للحمام بتاعنا. هنتكلم بقى عن الحاجات اللي هي ممكن نتلاشاها اللي هو العلاج. طبعا اول حاجه هنعملها مع بعض ان شاء الله، لو الذكر عنده اي مرض، طبعا اذا كان مرض روشه او سلمونيلا او اي مرض من الامراض اللي هي طبعا بتاثر على الخصوبه، يبقى لازم فعلا ان احنا نعالج المرض ده. ولو كانت المشكله طبعا في الجو بتاعنا، يبقى زي ما انا قلت كده لازم نقفل طبعا الشباك اللي هو البحري ونظبط المكان بتاعنا. يبقى انا كده عملت الحاجات اللي هي بتساعد على الخصوبه. هيبقى مثلا ان انا عايز اقوي الخصوبه بتاعه الذكر بتاعنا، طبعا بندي له السيلينيوم الايطالي اللي كنت اتكلمت عليها قبل كده في فيديو، ممتاز جدا في تقويه الخصوبه، بندي طبعا نص سنتي للفرد بتاعنا لمده 5 ايام. الحاجه بقى طبعا اللي ما ينفعش فيها علاج، ان طبعا الذكر بيكون فعلا عقيم، هو مخلوق كده، وطبعا بيكون عنده مشكلة في الجينات بسبب ضعف السلالة زي ما اتكلمت، اللي هو تزاوج الأقارب على الأجيال اللي هي طبعا الأجيال البعيدة أو الأجيال المختلفة، ده طبعا ممكن يعمل ضعف أو عقم في الفرد بتاعنا، فطبعا دي ما بيبقاش فعلا له علاج. طبعا لو النتاية كمان بيبقى ليها برضو عامل أساسي في عدم الخصوبة، لو النتاية فعلا بتبيض بيضة اللي هي البيضة بصفرين، وبرضه من مشاكل الخصوبة أو عدم الخصوبة اللي هي بتبقى عند النتاية، الذكر بيخصب كويس، النتاية كويسة ومفيش فيها أي مشكلة، لو جوزنا النتاية دي لذكر تاني
بيبقى فيه خصوبة، ولكن الذكر بتاعنا ما بيعرفش يخصب النتاية. طبعا النتاية ساعات ما بتكسحش للذكر كويس، او الذكر فعلا بيكون ضعيف بدنيا ما بيقدرش عن النتاية. النتاية كمان ما بتقفلوش او ما بتخلوش طبعا يلقحها، بتهرب منه اثناء التلقيح، فبعد كده ما بيحصلش فعلا عملية تلقيح للنتاية من الذكر. دي كده يا جماعة يعتبر الحاجات اللي هي لازم نتلاشاها عشان نقدر نخلي الذكورة بتاعتنا تخصب كويس ويبقى فيه زيادة في الانتاج عندنا. اخر حاجة هتكلم عليها عشان ننهي الفيديو بتاعنا، ان طبعا لو الذكر بتاعنا طبعا فيه ريش غزير، في ناس كتير جدا بتخطئ الخطأ ده، بتشد طبعا الريش او بتنتف الريش على فتحة المجمع عند الذكر وعند النتاية، بعد كده طبعا ما بيحصلش خصوبة في التوقيت ده، فاثناء طبعا ما الريش بيطلع بينبت كده، فبيحصل زي عملية تشويك، فبالتالي طبعا ما بيحصلش خصوبة من الذكر للنتاية. هنشوف دلوقتي الحل مع بعض ان شاء الله عملي. يعني مثلا كده يا جماعه، دي النتايه من اللي عندنا. طبعا بنلاقي طبعا بعض الحمام بتاعنا بيبقى فيه ريش زياده، وممكن كنا اتكلمنا عليه في حلقه قبل كده. اهو كده يا جماعه بتلاقي طبعا الريش ده غزير، فده بيعوق عمليه التخصيب من الذكر للنتايه او من النتايه للذكر. الحل ان احنا طبعا بنجيب مقص بالطريقه دي كده. اهو كده يا جماعه بنبدا طبعا عند فتحه المجمع كده، نشيل الريش اللي هو ريش النواعم زي ما احنا بنقول اهو بالطريقة دي كده، واحدة واحدة اهو. اهو بص كده يا جماعة، طبعا احنا عرينا الحتة دي فين او ظهرناها بمعنى صح، فبالتالي الذكر بيقدر يخصب النتاية. بنعمل الموضوع ده عند الذكر برضو، طبعا ما بنقصش للاخر عشان ما نجرحش الذكر او النتاية، بنقص بس بنفتح بنظر طبعا الريش اللي هو ده كده. طبعا بقص من بره كده على خفيف، بشيل كل ريش النواعم ده، فبالتالي فتحة المجمع بتبان عند النتاية وعند الذكر، فبيحصل تلقيح بعد كده للنتاية ان شاء الله. زائد طبعا ان احنا بندي السيلينيوم للذكر اللي هو طبعا الجرعة اللي احنا قلناها. اهم حاجة طبعا يا جماعة ان احنا لازم يبقى عينينا على الحمام بتاعنا، نشوف موضوع التلقيح ده، نشوف مثلا انا قاعد كده مع الحمام بتاعي ساعة او ساعتين في وسط الحمام بتاعي، بشوف النتاية فعلا بتكسح للذكر كويس او الذكر بيعرف يطلع النتاية. لو لقينا طبعا في غلط في الحاجات في الحاجة دي، طبعا بنبدل الذكر من النتاية وبديله طبعا النتاية، بيقدر ان هو يقدر يتعامل معاها او يقدر ان هو يلقحها، ما بتكونش قوية زي النتاية اللي كانت معاه. دي طبعا حل مشاكل اللي هي مشاكل الخصوبة عشان نقدر ان احنا نخش على موسم انتاج ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا فيه. دي كانت نهاية حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم، ومتنسناش في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناة، دعما لي ودعما للقناة، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.